لمزيد من التعليق حول أحوال الطقس السيء ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بهيئة الإرصاد الجوية. دكتور بعد التحية، يعني موجة طقس سيء تضرب البلاد بسبب منخفض جوي، الآن تشهد القاهرة أمطار قد تمتد إلى الغد وربما تكون بشكل أقوى، قد تصل إلى حد السيول كما أسلفنا على مناطق من سيناء والبحر الأحمر والطرق المؤدية إليها، هل لنا أن نتعرف أكثر على حالة الطقس من خلالكم لليوم الخميس وغدا الجمعة بنظرة عامة على كافة المحافظات؟ تفضل. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. بالفعل احنا بصدد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، منخفض جوي بالفعل تم رصده منذ بداية الأسبوع من هيئة الأرصاد الجوية، ونوهنا بالفعل اعتبارا من يوم الخميس النهاردة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تمتد حتى بدايات الأسبوع القادم. النهاردة فرص الأمطار زي ما حضرتك ما ذكرتي وفقا لبيان الأرصاد أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من سواحلنا الشمالية الغربية، بتمتد خلال فترات النهار أمطار من خفيفة المتوسطة على المناطق الوجه البحري، القاهرة الكبرى شمال الصعيد ومدن القناة، وبالفعل منذ قليل كان في سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى. متوقع إن شاء الله خلال الساعات القادمة وخلال مع تقدم ساعات النهار ودخول فترات الليل أن تكون الأمطار في هذه المناطق من خفيفة إلى متوسطة الشدة، وبالفعل يوم الجمعة هتكون الأمطار من المتوسطة الغزيرة على معظم محافظات شمال البلاد، هتصل بالفعل إن شاء الله لحد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر. دعنا نعطي المشاهدين بعض النصائح من السادة المواطنين المضطرين للنزول غدا إلى الشوارع والسادة قائدي المركبات. قدر الإمكان طبعا المضطر أثناء تواجده خارج المنزل غدا قدر الإمكان القيادة بهدوء على الطرق السريعة خاصة المؤدية إلى سواحلنا الشمالية محافظات الوجه البحري وإلى سيناء طبعا ومحافظة البحر الأحمر، تجنب التواجد جنب أعمدة إنارة أو كابلات كهرباء بقدر الإمكان الى حد كبير. طبعا ابتداء من لبس الشتوية ده شيء اساسي لان نشاط الرياح بيزود فعلا احساسنا بانخفاض درجات الحراره خلال فترات النهار وايضا في فترات الليل بشكل ملحوظ. طيب دكتور محمود، يعني هل لنا ان نتعرف على فرص وجود شبوره مائيه في الصباح الباكر والاوقات المتاخره من الليل؟ وطبعا نشاط الرياح بيقلل كثير من تكون فرص او فرص تكون الشبوره المائيه، بيزود احساسنا بانخفاض درجه الحراره وبيؤدي لاضطراب في الملاحه البحريه في البحر المتوسط، وارتفاع الامواج بيقترب من 5 امتار ما بين 4 امتار وخمس امتار في البحر المتوسط. اما الشبوره المائيه ففرص تكونها زي ما قلت لحضرتك ضعيفه جدا، ولكن وارد انخفاض مستوى الرؤيه الافقيه بسبب سقوط الامطار وده الاكثر توقعا خاصه بكره الجمعه باذن الله. مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، شكرا جزيلا لك.